مرنا بها عاجز. بل النبي عليه الصلاة والسلام سحابي يوشقين شري أنس بن مالكها أيوح ليه هاي أنو نبي يوشقين أيوح بان مغلا إسقو كعل علين يوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعكس والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال سو كعل علين يوله إله هو حنكام مغان قلي ورورك يوال بهارك يتيران يدي مروقده همي قوا وحصو صعد وقفك كورورة مستقبلك ولا مدو باده او دبتنا قفك ورورو حزن قنا ووحي كتقي قفك وتيران يدي مروقك الريبة إذا ولا بورور أما اللي بول بهار لكن وحي كسا ليسيهين مدنا ووحي تقي مدنا وحصو صعد نبغو عليه الصلاة والسلام لبدا وإلهي بك مغنقلي وحقلو إلهي كمغنقلي العجز والكسل ولبدا حنونا إنو هاد الشيقين قفكو إنو عدم القدرة إنو حوودي وايو أما إن دونستو بكردباطو دونستو بإنا كردباطو وضادك بردبا وهسيقة يهرددا مودينا نمعطاي والراحسن يا ابو لدى ترى وشيف يا صبختي وحبنا الله شهرتك وما سكر ريسو وفوين وهردا سهدا انتو غبا هناو انتو عافمات كيسكو الى لني انتو نشاط هذا شركي سودي بوكسو نقونيسي سيدا وقيت بنبغ حلاهي كما كان قالي وهسيغا يو وحتر يريدا وحكلو الهي كما كان قالي بخلغا يا جبنغا جبنغا وبقاها وقفك مركو هسد ده وحي وكبقيا دبتنا سياد السوقي سولادي براد قبان براد قبان براد قبان ان ادو لهدحي اي اس ودا فوليس هدونه وحي غارس شقدي وحال قبان كريم جبن بخلغنا ووحي او انفعاق يو اندك غارينين انفعاق يو اندك غارينين وضلع الدين وغلبه الرجال وحاو نبو شيغنا وحا كرتب ما الدين وكحوق بطه هي بن ادم كحوق بطه حديث كان وحو تلمام يا مركه انه صاد ودومنه قف كمسلم كينه قف اكتفه قف نشيطه قف فرعون قف ربا انه وحقبته قف عمل الدنيا مد اخره مدون كفوغن قف ان نولشي سو خساره نقنين اما وقتي سو خساره اهين اي نبي عليه الصلاه والسلام تلمامه ولذلك نبي وحو تلمام يا وقتي هذا قاركود أيعجز أحدكم بنبوه ورمتكين ميو كري كري وايا أن يكسب كل يوم من ألف حسنة مالك استينات كن حسنة شقيسة تمية دودي كري وايس نرقي بيش فديبة وحيري كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ومتكا يسو كن حسنة وشقيسة كرا كن أجر وهيلي كرا قال يسبح مئة تصبيح فيكتب له ألف حسنة تبغل قربة سبحان الله ورانيسا يوحى لقو قرية سبحان الله انت كا قادنس بول قرو سبحان الله less than 1 minute كورن هل دقيقه او نولشاده كميده هداد كن حسنه شقيسان كرتو ساعدي مسات شقيسان كرس وحماشة طالما كا نبي روحو لي قفكاسي سبحان الله يراه هذا التصبيح ده لي ما ده كن حسنا والله قرا أو يحط عنه ألف خطية أما كن دم بالله قديقة عكس قدد بوجاري هنا حتى أودي كروينا إلهي بريان إلهي بريدي سحتى هنا كجاب صدان سو قد ونبغو حلي أعجز الناس من عجز عن الدعاء أعجز الناس من عجز عن الدعاء ضدك وحاء عاجزنا ما بضن دينك أودك رواية إلهي نبريه وأبخل الناس من بخل بالسلام تتك وحكرا وبخيل سنب النبي قولي عليه الصلاة والسلام قفك ضدك كلا بخيلة إنه كويد هذا السلام عليكم السلام عليكم ودعو إن ضدك ودعو عيسى كلا بخيلة أيها الأحبة وهلنا عجسه مرر بضم النقضاء جهلية
marar badan buu sababtu cajsiga keenta ay tahay aqoon darada. Waayo subxaanallaahi haddaanad ajirkeeda garanayna waa aqoon dara ku haysata. Aqoon daradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo. Taad aragto qof idle ah, jahlinima haysata. Walow uu xoog badan yahay, walow uu dhakaagiisu intelligence-kiisu uu sarreeyo, walow uu caqli badan yahay, mar haddaanad muntij ahayn wax soo saaraynin, waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhaahdaan inaad hardware kartahay. Nolosha taasi raad ku leh. Qof xoog wax u qabta inaad tahay, garaadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo. Si kastoo aad daki u tahay, haddaad qof laysiyatay, qof aan firfircoonayn haddaad tahay, garaad bandidu waxba kuu kordhin mayso. Si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa, amaba si aan aayadda qur-aana tilmaamo, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday, arday u noqday tuke, qiyaas inaad tuke arday u noqotid, tamar darradu halkii gaadhay. Saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay fabacaa allahu ghuraaban yabxasu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiih qaala ya waylata acajastu an akuuna mitla hada lghuraab fawaariya sawata akhiih faasbaxa min anaadimiin. In aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay, walow xoog weynaayo xoogaa walaalkii ku dilay uu qabay, kadib aqoon darada haysatay waxay noqotay si uu u galo meydkii walaalkii buu garan waayo. Ilaahay baa wuxuu u soo diray tuke. Tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray. Tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay, wuxuu baray markaa in wax la xabaalo. Wuu halaan haleemo, wuu calaacalayo, wuxuu leeyahay yaa weylata acajastu an akuuna mitla hada lghuraab. Halaagaygiiyow kaalaye, ma waxaan ka liitaa, ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kale noqdo. Idan jahligu tuku macalinkaaga dhigi. Dad badan oo maanta Soomaaliyeed iska fadhfadhiya, waxay la fadhiyaan waxay qabtaan bay garan waayeen. Jahliga fadhiisiyey, beer si loo qoto ma garanayo, wax kale si loo sameeyo ma garanayo, aqoon si loo barto ma garanayo, jahli baa fadhiisiyey. Jahligu markaa dadka wuu dulleeyaa. إذن أقنت هي علمه ومن القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوة الأشياء هي أقنت كمدة. سأوجد أيو النبي عليه الصلاة والسلام إن قال دردار ميا استعن بالله ولا تعجز. إلهي كالميسو واستعانة هذا إلهي كالميسو أنا عاجز. Quraankana Ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in badan baa Ilaahay wuxuu Quraanka ka waramaya reer Banu Israa'iil oo la leeyahay khuduu maa aataynaakum biquwa, war waxaan diinkaanu idin soo dejinay war si ijtihaad iyo firfircooni iyo xoog uu ku jiro, khuduu maa aataynaakum biquwa baa Ilaahay leeyahay. Nabi Muuse maxaa Ilaahay leeyahay wakatabnaa lahu fil alwaaxi min kulli shayin mawcidatan wa tafsiilan likulli shay fakhudhaa biquwa وأمر قومك يأخذ بأحسنها. إلهي نبي موسى كلي فخذها بقوة سددال يتمر كتر تقوق هذا خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. ولكن إلهي النبي يحيى الله لي وحلري يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيى كتابك سحو قنو قادبا ليري si jiddiya si ijtihaad uu ku jiro si dadaal iyo firfircooniyo ku jirto Ilaahay kitaabkiisa u qaada baa la yidhi. Waxaa Qur-aanka Ilaahay uu ku sifaynayaa dadka wahsiga iyo cajsigu haya inay sifada munaafiqiinta tahay. Wahsigu Ilaahay wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waida qaamuu ila salaati qaamuu kusaala. Munaafiqiinta Ilaahay wuxuu ku tilmaamay salaada hadday u kaca waa kuwa kaca iyagoo kusaala ah, iyagoo wahsi iyo caajis u hayo. Walaa yaatuuna salaata ilaa wahum kusaala,
salaada lama yimaadaan baa ilaahay yidhi iyagoo xaalada ku sugan mooyaane. ayuha laxiba, markaad wahsato acmaashu way isfulfuushaa. wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo waysa sii kortaa. sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili illaahi athaqaltum ila lard, war dadka mu'miniintahu maxaa idinku dhacay oo haddii la yidhaahda ilaahay tiisa usoo baxa jihaadka usoo kaca, athaqaltum ila lardi baa layidhi, maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahay subxaana watacaala, maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici keeni weydeen. araditum bilxayaati dunya min alaakhira, ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahy, famaa mataacu lxayaati dunya fi laakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman gayrakum walaa tadurruhu shay-a. ayuha laxiba, kuwa munaafiqiinta jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن صار وحيدا كم إذا بأي إله إليه مدتك بعكس قالين أيها فريسين أيها ودبوا الريبية وحيدا هذا دراساتك علمي جدا بحتى عافماتك وغلاظا ما أنتك الشخصة وحيد تلمامين دراسة تلمامين علمي هون كونغ يكو سميين ويدتك هون كونغ بارين بكسا وحيدا هذين laziness-ka iyo waxqabad la-aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay. sigaarka waxaa la wada yaqaanaa inuu sun yahay ubays iyo dadka lahayo. cadsiga ayaa iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen, qolana 6800 meelahaasay noqotay, qolana 5700. maanta waa kuwan yidhaahda xanuunada ugu tirada badan le bini aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhaahdaan maxay, exercise la-aan. exercise-ka la sheegay inaad boodboodo quran maa, waa inaad wax qabato uun, laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisaba khatar ku jira. ka kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato, ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay, adiga caafimaadkaagiibaa khatar gelaya. walidaalik bay atabada maanta waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad iskeliyo, ma macaan baad qabtaa, ma sokor baad qabtaa, ma kan baad qabtaa maalintii, intaa soco, intaa qabo, intaa yani waa wax qabo. fadhigu markaa caqligana uma fiicna, iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin, jirkana uma fiicna, aakhirana uma fiicna, adduunna uma fiicna. laziness-ku markaa nolosha meel laba wax kagama leh, ee waxa meesha taalla qofka mu'minkii inuu muntij noqdo, qof wax soo saar leh inuu noqdo. weligaa ha moodina waqtigu ku dhaafay. dadka barbaisle faataka alqataarkay sheegi jireen, yani waqtigiiba tegiy, intaan meesha fadhiyey inta kuu hadhay cimrigabaa wax soo saar yeelan karta. waxaa laga yaaba dadka barhaysa oo maanta kontan jirbaate ma waxbaad baran karaysaa, dadba kontan jirra inta ku bilaabeen culimmadii ugu waaweynay dunida noqday, ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono, ma garanaysid inta ilaahay adiga jaanis ku siiyey, adigoo waxa ku xilka ku saarana wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu weli mutasac baa jira. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca wa fii yadi axadikum fasiila fain istataaca anlaa taquum xataa yagrisaha falyagrisaha. nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiila, fasiilada waxaa la yidhahda gatimireedka yara la abqaalayo, gatimireed yara aad gacanta ku hayso, haddaad ka gaadhsiin karta inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer, haddaad ka gaadhsiin karta beer. oo inaga iyadan qiyaamaba inaan arkayno baynu fadhinaa una leenay waan gaboobay. soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowda soomaa fu soomaaligii markuu bini aadamkuba u xoog badnaa markuu gaadho ayuu dhahdaa waan gaboobo wax waliba way iga dhammaadeen. bini aadamku caqligu ka gaboobaa, haddaad maanka ka gabowdo ayuu maad gabowda. inta kale waxbaad qaban kartaa, inta kale waxbaad qaban kartaa. saa ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla almowt in furas jiro, inta geerida ka horeysa inaad fursad haysato.
فرصد وحلوق قبطينا هيسطه واحد يريسان يساوح وين نغضة واحد يريسان يسمحانه قد شيء ذا صدر القرآن أين القيب تواوح كلي يرسومه حتى لا ذلك وهذا المالك استصدر قيب وقور من القرآن كردمين حتى صدر قيب وقور من القرآن كردمين وحيدا عن دوري يتمسن لذوضوط كردمين سادات مالك استصدر قيب هذا هو صدر هل صدر هل صدر وحيدا ذان وحقبتك تراكمك بيريتانك قيمها كسمية مركنا قبان يسوى حيرانتي سيكون مغني هداد مالنتي هل صفحة قرطه هل بيت هداد مالنتي قرطه سنت كي مسات صار سارسة ويران لو بوك بدغور كرتا سنت كستا وهي سنت هو صدح بقول يشين اللي حدا مال مو داد مالك است بيت قرطه معناه دو حويان ويران بوك صدح بقول بيت كبدن هي تقول كرتا لكن هذا استناده ما حاشا غريب بوق نقدون تام حام حاشك قريدونا أقونتو يا وحقبتكو يا وحتركو تراكمك إن بير تابي وحكو نقطة وحك استو بير آخر كوي حط جام حي وحقي ما لابو نقطة تسوى حي كان سنة سين هذا وقتك وحبي ري سنين وذا ذا وحويت المامي شام عدب ماستر ديجري كو قاطي نسقو شقك له مركا وضح انت و غارغا سو سوده او غورغيسه كو سي سوده بو دغيسن جيري و نعجلدي جامعه دا وركيدا انت لو دوبو ايو خو دغيستا انت مخاي و غارغا سي ودو هدا انت غارغا غورغا غاعدا انت تكتد غورغا كو سي سوده انت ادغيستو اياد كو قلين جبين كرتا لكن وهدا تراكم تد وهدا مال ولبا سيدة نوريكي سينيس مركا وحن وقدان لين عملكو يوح قبطكو يوح برشادو يوردكو يوح والبا إن لبيري يابي وحكو نغضا إن لتشوكتي يابي وحكو نغضا عمل كاين تشوكتيسو أي وحكو نغنية إلينا وحين لي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وارتدك مؤمنين تو وهنيو يدن كدعين هنية شابنا هنمرغونينا يدن كاكوريا با إلهي تلماما يا هدا كوى مؤمنين تي هدا طريق إيمانك الرعدا وكوريا نسا حتى مركر أود دادو انت قبان كرتا هيرات لكن انت قبو سوغيد با إلهي قرآن كوه عليه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدنا أنت النبي قاتل معه ربيون معي سائل الله قال قلان كوا رب الله نسبي داد الله سليبي ومي ضعيف وحيد بسوغاري مي إسليب مي إسلولدين وحي نغدين داد ولو مركاها لقب حقبته وضع عملك إلى أنت النتيجة ذاك قاريا أيها الأحبة مرك حديث كم حن نبي وكو قبين يا عليه الصلاة والسلام ورت الماما يصح أريق اللوة وحكاتي تيران يدو دينار تسخو مشغولين أو حن نبي وكو الماما يا عليه الصلاة والسلام هاورنن بل ما دان سدا يا سدا يالي لها وحاسه صوبح الاساس نقولها فين لو تفتح وحي فرطا لو وعمل شيطان الباب شيطان كيف فرطا ومحاجره القضاء والقدر مره دوك ضافه لما على عالو قاربه وحي لهدين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ادين اللي تشوقي لهي وقوة منافقين وحيلين مسلمين تصور ما نسيه دي اسكي تشوغي لهايين ونالا فردي لهايين ما ماتوا وما قتلوا ما نايدنتين لبندي لين إلهي سبحانه وتعالى وحوط المامية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وأنا حتى قريه نادا كترتان انت وقتك وكرنا ما تقريد ويقول الله يبا إلهي سبحانه وتعالى سأوغيد لو هاي علماء ذا قارين هذا
موضوع التعليم كون بيكون في عندي يلا استعمالي كره. ومثلا جامعة بدك سوق اللي تبي سي بحياة برطان ماركت كان شقق كل هاي وقف ضير بكويلي لا تله مرة سوا حتقول لي ما أنت هذا إن كان إسكاه هاي سن لها لو كان دان شارس إسكاه هاي سن لها كان ما قالينا كهسن قليلة. والتعليم قف كم بعد ربطينا تلا دور نتيجة ده أنا وضد نصوب مرة يوم في عينيه واحد سكوت ضيدا محي كان خلينا نقول ساس الدرادة بدون بقولها لو استقبلت من أمري ما استدبرت مركي أي ووت المامي يي دتك صاحي الدي عمرضة ما حاجك صاحي الدي حلالو بكروة هدي جودي هدت هدي وضع حلالو بيسد هدا نارن كيج هدا وحي صعدة في هدو هدا يب لاب ملها بدون بقولي هدي جنا ما صاك حيين دتك أنا ولا حلالو بلها بدون بقولي عليه سلامة وسلام علماء واحد هذا المركع من باب التعليم يما لها هدا يتهي وبنان تهي لكن باب على علك هدي تهيب إليه ما بنانا ووام حي قل ما شاء الله كان وين رميسته وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وحيتقي وحبك ما بدلك ارتد ما دام أنا وحبك بدلك رينين إلهي وحوقت الماما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلهي وحدون موياني وحق الله إذن كدوني كرتان مجرتو إن الله كان عليما حكيما بل واحد كعلى على صحابة لغي أبي خير ساكو جري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وحنكو سوكو بي مركا حديثك لما أنتيبا نبقوا عليه الصلاة والسلام وحين أشهده مؤمنك واحترك نفعي قاله حوقي سي عقلي سي وحيس قبنا ايون نشيط كفر فرعون قوي اه اياك خير بدن مؤمن كضعيف كاه مؤمن نمضنا لما انت ادوا خير مركه هربا دردار كان وين سي وحي انا انفع ايانا اني نسمينه الهينا اني نغرغار سنو عكسي يكسل غي وحانا اني نسكدينه وإن أصابك شيء فلا تقول هدي وحسدي أتربت النتيجة ودع ويدنا ها أوران نبو نبو عليه الصلاة والسلام هدا صدا يسدا يالي لها لكن وحتى لا هدا قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.